الخامسة من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. أهلا بحضراتكم، ونبدأ الخامسة بأهم العناوين. الرئيس السيسي يوجه بتطوير قناة السويس لتعزيز قدرتها التنافسية والتركيز على استثمارات توطين التكنولوجيا في منطقة القناة. ورئيس الوزراء يستعرض الآثار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف في موازنات الشركات. السيدات والسادة، نحييكم إلى تفاصيل نشرة الأخبار. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز استراتيجية المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على استثمارات توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل بالتكامل مع مشروعات منظومة الموانئ والخدمات البحرية. كما وجه الرئيس في اجتماع آخر بالاستمرار في مشروعات هيئة قناة السويس في إطار استراتيجيتها بتطوير القناة ومجراها الملاحي وكل مرافقها، وذلك لتعزيز التنافسية والمكانة المتفردة لقناة السويس على مستوى حركة التجارة العالمية. نتابع هذا التقرير. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض المشروعات الحالية والمستقبلية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقد وجه السيد الرئيس بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل بالتكامل مع المشروعات الخاصة بمنظومة الموانئ والخدمات البحرية، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية. وقد عرض المهندس محمد يحيى زكي المؤشرات المالية فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والجهود القائمة لتعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة من خلال التواصل مع الشركاء الأجانب بشأن المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها في المنطقة، وكذلك القطاعات الصناعية المستهدفة في هذا الصدد بما فيها إنشاء المحطات اللوجستية ومراكز البيانات، بالإضافة إلى المصانع الخاصة بمعدات السكك الحديد ومجمعات التكرير والبتروكيماويات وتصنيع الإطارات والسيارات، إلى جانب الصناعات الزراعية والدوائية والمنسوجات ومواد البناء، والتي ستعود بالعديد من الفوائد الاقتصادية على الدولة وتساهم في توفير فرص عمل وتفتح آفاقا استثمارية جديدة. كما عرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ذات السياق جهود توطين مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وذلك بالتعاون مع الشراكة الأجنبية فضلا عن الدراسات المتعلقة بمشروعات إنتاج الوقود الأخضر في المنطقة. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال إنتاج الطاقة النظيفة خاصة الهيدروجين الأخضر وتطبيقاته الصناعية المختلفة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للقناة بما يساهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في هذه الصناعة البازغة، وكذا تحويلها إلى مركز لوجستي عالمي لتموين السفن بالوقود الأخضر. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا عرض مستجدات التطوير الجاري بموانئ العين السخنة والعريش وغرب بورسعيد، خاصة بالنسبة للاستخدامات والساحات والمخازن والأرصفة البحرية، فضلا عن استعراض المخطط التنفيذي لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة التي تضم ميناء شرق بورسعيد إلى جانب مناطق صناعية ولوجستية ومحطة متعددة الأغراض. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. الاجتماع تناول متابعة نشاط هيئة قناة السويس، وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس، حيث استعرض الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات والتي حققت معدلات زيادة مقارنة بنفس الفترة عن العام الماضي فيما يخص أعداد السفن وحجم البضائع العابرة، وكذلك الارتفاع في الإيرادات.
كما عرض السيد رئيس هيئة قناة السويس محاور تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة لتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة لها، بالإضافة إلى جهود الهيئة لتطوير أسطولها البحرية وما يضمه من قاطرات وكراكات حفر ولنشات الإرشاد، وكذا جهود التنسيق مع الشركاء الدوليين خاصة وكالة التعاون الدولي الياباني جايكا لبحث سبل التعاون مع الجانب الياباني فيما يخص نشاط هيئة قناة السويس. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في مشروعات هيئة قناة السويس في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير القناة ومجراها الملاحي وكافة مرافقها، وذلك لتعزيز التنافسية والمكانة المتفردة لقناة السويس على مستوى حركة التجارة العالمية. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لاستعراض دراسة أعدتها الهيئة العامة للرقابة المالية حول الآثار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف في موازنات الشركات سواء القطاع العام أو الخاص. وخلال الاجتماع قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران أن هدف الدراسة يتمثل في وضع معالجة محاسبية خاصة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرار الاقتصادي الاستثنائي المتعلق بتحريك سعر الصرف، مشيرا إلى أنه نتيجة تحريك سعر الصرف تأثرت الشركات التي لديها أرصدة التزامات كبيرة بالعملة الأجنبية سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل نتيجة لإعادة ترجمة هذه الأرصدة وفقا لسعر الصرف بعد تحريكه، ومن ثم تم إعداد دراسة للتعامل مع هذه التداعيات. وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لدراسة الدفع بقطاع التمويل العقاري عبر إقرار مزيد من التعديلات التشريعية والإجرائية بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي والجهات المعنية. وخلال اجتماع لمتابعة إجراءات تنشيط قطاع التمويل العقاري بحضور وزيري العدل والإسكان وعدد من المسؤولين المعنيين، أشار مدبولي إلى التوجيهات الرئاسية بتقديم مزيد من التيسيرات بشأن إجراءات الحصول على وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري لمختلف الشرائح. هذا وكلف الدكتور مدبولي بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون المطورين العقاريين وإعداد حملات إعلامية عن تعديلات قانون الشهر العقاري التي يسرت من إجراءات التسجيل العقاري، مع سرعة وضع تصور لخارطة طريق لدفع نمو التمويل العقاري. تواصل وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والجرائم التي تضر بالبيئة، حيث شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مكبرة في هذا الإطار نجحت خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. استمرارا لما تبذله أجهزة وزارة الداخلية من جهود لحماية البيئة والتصدي لمحاولات غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والحيواني، واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملاتها لضبط تلك المخالفات، وتمكنت من ضبط 5 مصانع بدون ترخيص بالجيزة بمضبوطات تقدر ب 16 طن أعلاف ومخلفات مجازر حيوانية و 67 طن منظفات صناعية ومطهرات منزلية وأكثر من 37 طن أكسجين وغازات مجهولة المصدر تستخدم في تعبئة اسطوانات الأكسجين الطبية وطفايات الحريق، و 23 طن ونصف أدوات مائدة وأكواب ورقية، و 12 طن ونصف مخلفات بترولية خطرة، جميع المنتجات والمواد مجهولة المصدر. كما تمكنت من ضبط مصنع بدون ترخيص للأعلاف بالجيزة بداخله 14 طن مواد خام أعلاف منتهية الصلاحية وطنين أعلاف منتج نهائي منسوب إنتاجها لشركات وهمية. وبنطاق مديرية أمن القليوبية تمكنت الإدارة من ضبط 4 مصانع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة والمصنعة من مواد خام مجهولة المصدر وضبط المسؤولين عنها، وبلغ إجمالي المضبوطات 182 طن ونصف أسمدة ومخصبات زراعية منسوب إنتاجها لشركات وهمية. كما نجحت وبنطاق ذات المديرية في ضبط 5 مصانع ومخزن ومتجر و3 مراكز بيطرية بدون ترخيص بداخلها أكثر من 20 طن مواد خام لمواد غذائية وزيوت نباتية مجهولة المصدر وأكثر من 11 طن أعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر،
وأكثر من 3 أطنان مخلفات معدنية ومطاطية وبلاستيكية تستخدم في تصنيع منتجات مغشوشة. كما نجحت الإدارة بنطاق مديرية أمن الجيزة في ضبط 5 مصانع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية والبلاستيكية المقلدة باستخدام مواد مصدر، وبلغ إجمالي ما تم ضبطه أكثر من 204 طن مواد غذائية متنوعة منسوب إنتاجها لشركات وهمية، و26 طن أعلاف مغشوشة ومقلدة، و118 طن بلاستيك من مخلفات مجهولة المصدر، و50 طن فحم نباتي مقلد. وتمكنت الإدارة من ضبط 7 محال ومؤسسة زراعية تجارية وشركة أعلاف و4 مخازن وعيادتين بيطريتين جميعها بدون ترخيص بالفيوم بمضبوطات 123 طن ونصف أعلاف ومخصبات زراعية. وبالفيوم أيضا نجحت الإدارة في ضبط 3 مخازن وسلاجة وشركة بدون ترخيص بمضبوطات وصلت قرابة 258 طن و200 عبوة مواد غذائية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. نهاية الخامسة وهذا تذكير بأبرز ما جاء بها من عناوين. الرئيس السيسي يوجه بتطوير قناة السويس لتعزيز قدرتها التنافسية والتركيز على استثمارات توطين التكنولوجيا في منطقة القناة. ورئيس الوزراء يستعرض الآثار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف في موازنات الشركات. كما يمكنكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني maspero.eg. شكرا لحسن المتابعة. إلى اللقاء.